وبدأت رحلة جديدة مع دي ماتيو. في أول يوم طلب مننا جون تيري الاجتماع بكل الفريق عشان يحفزنا للفترة اللي جاية ويمحو آثار الفترة السابقة. وقفت وسط الفريق وقلت لهم كان ممكن أمشي في يناير، بس أنا مش هقدر أخد الخطوة دي قبل ما ناخد دوري الأبطال، ودلوقتي أنا مؤمن إننا نقدر نعمل ده يا شباب. مع دي ماتيو استمرنا في الانتصارات لحد ما وصلنا لقبل النهائي برشلونة تاني. دي ماتيو متعود قبل كل ماتش يعلق لنا ورقة بإحصائيات لاعبي الفريق اللي هنلعبه، متعودين إن مثلا روني سجل 22 هدف، فان بيرسي سجل 15 هدف كده يعني. المرة دي لقيت لامبرد بيناديني بيقولي ديدييه تعال شوف إحصائيات برشلونة. ببص لقيت تشافي 14 هدف، سيسك فابريجاس 15 هدف، ميسي 63 هدف. 63؟ ضحكنا جدا وقلت له صورني مع الرقم ده لو سمحت. بدأت المباراة في ستانفورد بريدج، نص ساعة عدت وأنا وإخوان ماتا ما لمسناش الكورة، وتشافي وإنييستا عمالين يباصوا الكورة حوالينا مش قادرين ناخدها، كورتين ليهم في العارضة والاستحواذ 70%. وفي مرة جاتلي الكورة قلت بس هبص على أنسب طريقة عشان أسجل الهدف، لكن لقيتني في نص الملعب أساسا. فضل الحال كده لحد كورة اتقطعت من ميسي، لامبرد ادها لراميريس وراميريس ادها لي قدام الجول، وما كنتش غبي عشان اضيعها. بين الشوطين خوان ماتا كان متضايق جدا، بقول له مالك؟ قال لي انا ما لمستش الكوره. قلت له مش مهم، النهارده ما تفكرش غير في انك تجري لحد ما تتعب وحد ينزل مكانك يكمل جري. وفلتنا بالماتش وكسبنا 1-0. في العوده كانت واحده من اصعب مبارياتنا، برشلونه سجل الاول والثاني وجون تيري اتطرد في الدقيقه 37، سجلنا هدف، وبين الشوطين كنا داخلين الاوضه منهكين تماما. دي ماتيو بدا يشرح خطته وازاي ايفانوفيتش هيكون في العمق. بوسينجو قال له لا انا هلعب انا مساك. خلصنا ووقفنا قبل ما ندخل قلت لهم موتوا نفسكم، انا النهارده مستعد العب باك شمال، مش هبطل دفاع ولا هجوم، ومش هنخرج خسرانين. رجعت ادافع فعلا لكن ارتكبت ركله جزاء، لو دخلت هتبقى 3-1 وتبقى خلصت، لكن ميسي اهدرها وعاد الامل. كملنا دفاع وفي الدقيقه 80 خرجت ونزل توريس، وتوريس سجل اغلى هدف في تاريخ تشيلسي في نظري عشان نتاهل لنهائي الابطال. النهائي ليه قصه تانية خالص وهحكيها المره دي. ليله المباراه كنا متعودين نتجمع قدام شريط فيديو عن المنافس بنقاط القوه والضعف، قعدنا لكن لقينا دي ماتيو مشغل شريط برساله من اسر اللاعبين. وقتها حسينا اننا ما ينفعش نخزل الناس دي، فعلا كانت حركه ذكيه جدا منه. بدات المباراه والخطه ماشيه تمام، هندافع بكل قوه، وفضلنا كده لحد الدقيقه 83، تمريره من كروس ومولر بيسجل هدف معناه موت تشيلسي. قعدت اصرخ لا 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 لا، خوان ماتا خبطني في كتفي وقال لي اهدى، احنا دلوقتي محتاجينك اكتر من اي وقت تاني. 7 دقايق كنت مش بعمل حاجة غير اني بكلم السما يا رب ما تخزلنيش تاني، مش عايز اشوف الخسارة تاني. توريس نزل وفي الدقيقة 90 جالنا ركنية، بدأت المناوشات وماتا راح ينفذها. ديفيد لويز راح لفاينشتايجر وقال له هنسجل التعادل حالا ورهنك، اما انا ففضلت هادي بتحرك زي البرغوت واهرب من المدافعين. واترفعت الكوره طرت في الهوا زي ما كان عمي بيعلمني، سجلت التعادل وكنت بموت من الفرحه. متى جالي وقال لي طلبت مننا نساعدك وانا صنعت لك الجول، دلوقتي ساعدنا انت عشان نرفع الكاس. الدراما ما انتهتش هنا، انا كنت منهك تماما، وفي الوقت الاضافي اتسببت في ركله جزاء لريبيري، قلت لو دخلت انا خلاص مش هرجع لندن تاني. روبن خد الكوره وراح يشوط، رحت له وقلت روبن انت كنت بتلعب في تشيلسي، يرضيك نخسر بالشكل ده؟ يرضيك اكون سبب في خساره الفريق قدام العالم كله وتبقى سبب تعاستي؟ وواضح انه اتاثر فعلا بكلامي وشاط الكوره ضعيفه جدا في ايد بيتر تشيك. اتولدت من جديد وانتهت المباراه اخيرا. نطيت في الهواء وقلت لهم لامبرد هيشوط الاولى وانا متى قاطعني وقال لي لا انا هشوط الاولى. قلت تمام، متى الاولى ولامبرد الثالثه وانا الاخيره. كل لاعبي الفريقين سجلوا وجت الكره الاخيره لبايرن. شفاينشتايجر شاط في العارضه وده بقى معناه ان كورتي بقت الحاسمه. كنت هادي لدرجه غريبه جدا
قلت يلا روح احسم الليله دي بقى لصالحنا. اخدت الكوره قدام نوير اللي عمال يتحرك يمين وشمال، وقلت اشوطها بانينكا ولو ضاعت لا هشوطها بهدوء في اي زاويه. وبعد دقيقه كنت بعيش اسعد لحظه في حياتي. تشيلسي كله، لاعبين ومدربين وجهاز طبي، كانوا فوقي. بعد ما قمت دورت على تشيك وقلت له انت عارف انت انقذتني النهارده كام مره؟ قال لي وانت النهارده بطلي. مالودا جالي بيبكي بشده وهديته. مالودا بدا معايا الرحله من يانجون وما تخيلناش ابدا نبقى سوا في اللحظه دي. بعد المباراه جمعت الفريق وقلت لهم انا هنا من 8 سنين وبحلم باللحظه دي. ما قدرتش اكمل الجمله باني خلاص همشي. حضنوني وهدوني وكملنا احتفال. كان اسعد وداع ممكن بالنسبه ليا.